احباب مرتجي سبورة هنيت في الفيديو هذا ان شاء الله باش نصلح لكم فرض مراقبه في ماده الرياضيات لتلم سنه 9 اساسي للثلاثي الثاني. دونك هذا النموذج الثاني. نبدا بالتمرير الاولاني واللي هو على اربع نقاط. احسب ما يلي. دونك السؤال الاولاني: جذر تربيعي لسبعة قوت الا واحد قوت الا اثنين يساوي جذر تربيعي لسبعة قوت الا واحد في الا اثنين يساوي جذر تربيعي لسبعة قوت اثنين اللي هو سبعة. ثم جذر تربيعي لثلاثة على جذر تربيعي لستة قوة إلا ثمانية يساوي جذر تربيعي لثلاثة على جذر تربيعي لثلاثة في جذر تربيعي لاثنين هي جذر تربيعي لستة قوة إلا ثمانية يساوي. دونك باش نختصرو لهنا بجذر تربيعي لثلاثة باش تعطيني واحد على جذر تربيعي لاثنين قوة إلا ثمانية دونك اللي هي واحد. دونك لهنا اللي هي جذر تربيعي لاثنين قوة ثمانية أوكي فوالا اللي هي اثنين قوة أربعة دونك لهنا باش تعطيني 16. السؤال اثنين: احسب العددين أ ثم ب حيث أ يساوي اثنين إلا جذر تربيعي لثلاثة في اثنين مع جذر تربيعي لثلاثة وب يساوي واحد على اثنين إلا جذر تربيعي لثلاثة مع واحد على اثنين مع جذر تربيعي لثلاثة. دونك نبدأ بالعدد الأولاني واللي هو العدد أ. عندي أ إلا ب ضرب أ مع ب دونك هي أ قوت اثنين إلا ب قوت اثنين يساوي أربعة إلا ثلاثة دونك اللي هي واحد. هنا خدمنا نكتبو القاعدة مهم برشا راه في الدوار تكتبو القواعد نتاعكم. ثم العبارة ب دونك لهنا اول حاجه نعملوها ان نوحدوا المقامات. دونك هذا باش نضربوا في 2 مع جذر تربيعي لثلاثة على 2 الا جذر تربيعي لثلاثة في 2 مع جذر تربيعي لثلاثة مع هذا باش نضربوا في 2 الا جذر تربيعي لثلاثة على 2 مع جذر تربيعي لثلاثة في 2 الا جذر تربيعي لثلاثة يساوي بيان سور غادي خدمناها اللي هي واحد دونك باش تعطيني 2 مع جذر تربيعي لثلاثة مع 2 الا جذر تربيعي لثلاثة دونك اللي هي 4 فوالا. التمرين الثاني: اكتب في صيغة قوة عدد صحيح طبيعي الأعداد التالية: جذر تربيعي لـ 27 قوة 9 في جذر تربيعي لـ 3 قوة إلا 5 يساوي. دونك 27 هي جذر تربيعي لـ دونك لهنا 3 في 3 في 3 كلها قوة 9 في جذر تربيعي لـ 3 قوة إلا 5. دونك باش تعطيني هذه باش تعطيني جذر تربيعي لـ 3 قوة 9 في جذر تربيعي لثلاثة قوت تسعة في جذر تربيعي لثلاثة قوت تسعة في جذر تربيعي لثلاثة قوت إلا خمسة يساوي جذر تربيعي لثلاثة قوت تسعة مع تسعة مع تسعة إلا خمسة. دونك تسعة مع تسعة باش تعطيني 18 18 مع تسعة باش تعطيني 27 إلا خمسة يساوي جذر تربيعي لثلاثة قوت لهنا 22 دونك اللي هي ثلاثة قوت 11. ثم ثلاثة على جذر تربيعي لحداش قوة 12 في جذر تربيعي لثلاثة على جذر تربيعي لحداش قوة إلا 12 يساوي. دونك لهنا هذه باش تعطيني ثلاثة على جذر تربيعي لحداش قوة 12 وهذه باش تعطيني المقلوب دونك هي جذر تربيعي لحداش على جذر تربيعي لثلاثة قوة 12 فوالا. دونك لهنا أ قوة إن في بي قوة إن هي أ في بي دو تو قوة إن دونك ثلاثة على جذر تربيعي لحداش في جذر تربيعي لحداش على جذر تربيعي لثلاثة قوت 12. نختصر بجذر تربيعي لحداش كيف كيف 3 هي جذر تربيعي لثلاثة في جذر تربيعي لثلاثة على جذر تربيعي لثلاثة قوت 12. نختصر بجذر تربيعي لثلاثة دونك باش تعطيني جذر تربيعي لثلاثة قوت 12 اللي هي 3 قوت 6. دونك لهنا خدمنا أ قوت إن في ب قوت إن هي أ في ب كلها قوت إن كيف كيف جذر تربيعي لأ قوت إن هو أ قوت ان على 2 وقت اللي تبدا الان زوجي كيما هنا عندنا 6 عندنا 12 ديناها 6 عندنا 22 ديناها 11. ثم العباره الاخرانيه دونك 7 قوت 10 في جذر تربيعي ل 7 قوت الا 4 في جذر تربيعي ل 7 قوت الا 8 يساوي. دونك 7 قوت 10 7 هي جذر تربيعي ل 7 قوت 2 كلها قوت 10 في جذر تربيعي لسبعة قوت إلا 4 في جذر تربيعي لسبعة قوت إلا 8 يساوي.
دونك جوج تربيع لي سبعة قوت 20، جوج تربيع لي سبعة قوت إلا 4، جوج تربيع لي سبعة قوت إلا 8 يساوي جوج تربيع لي سبعة قوت 20 إلا 4 إلا 8 يساوي. دونك لهنايا 20 إلا 4 باش تعطيني 16، 16 إلا 8 باش تعطيني بالطبيعة 8، دونك جوج تربيع لي سبعة قوت 8 اللي هو سبعة قوت 4. فوالا التمرين الثالث، احسب مستعملا الجداءات المعتبرة. دونك جوج تربيع لي خمسة مع واحد قوت اثنين يساوي، بالطبيعة نكتبو على هنا القاعدة اللي هي أ مع ب قوت اثنين يساوي. دونك لهنا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني أ قوت اثنين مع اثنين أ ب مع ب قوت اثنين. فوالا دونك باش تعطيني جوج تربيع لي خمسة قوت اثنين مع اثنين في جذر تربيع لي خمسة في واحد مع واحد قوت اثنين، دونك يساوي خمسة مع اثنين جذر تربيع لي خمسة مع واحد اللي هي ستة مع اثنين جذر تربيع لي خمسة. ثم ثلاثة، جذر تربيع لي خمسة إلا اثنين قوت اثنين، دونك لهنا أ إلا ب قوت اثنين يساوي أ قوت اثنين إلا اثنين أ ب مع ب قوت اثنين. دونك لهنا يساوي ثلاثة جذر تربيع لي خمسة قوت اثنين إلا اثنين في ثلاثة جذر تربيع لي خمسة في اثنين مع اثنين قوت اثنين يساوي. دونك هذي باش تعطيني تسعة في الخمسة إلا ستة جذر تربيع لهنا ستة في الاثنين دونك إلا اثناش جذر تربيع لي خمسة مع أربعة. تسعة في الخمسة دونك خمسة وأربعين، خمسة وأربعين وأربعة تسعة وأربعين إلا اثناش جذر تربيع لي خمسة. ثم جذر تربيع لي ثلاثة مع اثنين جذر تربيع لي اثنين في جذر تربيع لي ثلاثة إلا اثنين جذر تربيع لي اثنين. دونك لهنا باش نخدمو أ إلا ب ضرب أ مع ب، وإلا أ مع ب ضرب أ إلا ب، دونك هي أ قوت اثنين إلا ب قوت اثنين. عفوا دونك لهنا الأ هي جذر تربيع لي ثلاثة قوت اثنين إلا اثنين جذر تربيع لي اثنين قوت اثنين، دونك هي ثلاثة إلا أربعة في اثنين إلا ثمانية، دونك باش تعطيني إلا خمسة. ردوا بالنا لهنا باش نعطيكم جوست ملاحظة، كي يعطيني جذر تربيع لي اثنين قوت اثنين مع جذر تربيع لي ثلاثة في جذر تربيع لي ثلاثة إلا اثنين جذر تربيع لي اثنين، دونك احنا شنو عندنا؟ عندنا أ إلا ب ضرب أ مع ب، لنا عملية جمع. كي نبدل أنا البلايص راهو اللي نركزوا فيه اللي نطلعوا به الأ والب راهو القوس هذا ماهوش القوس هذا، على خاطر أنا كي نخزر لهنا شوفوا التلامذة شنو يعملوا، كي تجي عملية من النوع هذا يجي أوتوماتيكمون يحط لي الأ هي اثنين جذر تربيع لي اثنين والب هي جذر تربيع لي ثلاثة، أور هذا لا، على خاطر الأ هي راهي جذر تربيع لي ثلاثة والبي هي اثنين جذر تربيع لي اثنين. ردوا بالنا اتونسيون، اذا كان خدمتوا بهذه باش تعطيكم ثمانية الا ثلاثة اللي هي خمسة، والنتيجة مش خمسة راهي الا خمسة. ردوا بالنا على خاطر عملنا أ الا بي، اللي يهمني هو أ الا بي فوالا، ولهنا عملنا بي مع أ ولا أ مع بي ما يتغير حتى شيء على خاطر عملية الجمع عملية تبديلية. اوكي فوالا نتعدى دونك للسؤال الثاني لهنا واللي هو انشر على السؤال على الإكران. دونك انشر مستعملا الجداءات المعتبرة العبارات التالية. دونك لهنا باش نعملو النشر كيف كيف باستعمال الجداءات المعتبرة. عندنا دونك عندنا إكس جذر تربيع لاثنين إلا اثنين قوت اثنين، دونك لهنا باش تعطيني إكس جذر تربيع لاثنين الكلها قوت اثنين إلا اثنين إكس جذر تربيع لاثنين في اثنين مع اثنين قوت اثنين. أ إلا ب قوت اثنين هي أ قوت اثنين إلا اثنين أ ب مع ب قوت اثنين، دونك باش تعطيني اثنين إكس قوت اثنين إلا أربعة جذر تربيع لاثنين إكس مع أربعة. فوالا دونك تبقى هكايا أنشر. ثم اثنين جذر تربيع لثلاثة مع ثلاثة إكس قوت اثنين أ مع ب قوت اثنين، دونك هي أ قوت اثنين مع اثنين أ ب مع ب قوت اثنين يساوي. دونك هذه أربعة في ثلاثة مع اثنين في اثنين أربعة في ثلاثة اثناش إكس جذر تربيع لثلاثة مع تسعة إكس قوت اثنين، دونك باش تعطيني تسعة إكس قوت اثنين مع اثناش مع اثناش جذر تربيع لثلاثة إكس. فوالا العملية دونك الموالية إكس جذر تربيع لاثنين
إلا ثلاثة في إكس جذر تربيع لاثنين مع ثلاثة. دونك هذه باش تعطيني إكس جذر تربيع لاثنين قوت اثنين إلا ثلاثة قوت اثنين يساوي اثنين إكس قوت اثنين إلا تسعة. هكايا نكونو كملنا ثلاث تمارين الأولاني اللي هما على 13 نقطة. دونك في وقت قياسي 10 دقائق ولا 11 دقيقة ما تسماش، خاطر أنا نخدم ونفهم وتنجمو تكملو في أقل إذا كان بالطبيعة فاهمين ومتابعين فيديوهاتنا الكل. والوقت اللي تبقى إن شاء الله باش نخدمو فيه التمرين الرابع واللي هو تمرين الهندسة. ليكن ABCD مستطيلا حيث AB يساوي 4 سنتيمتر و BC يساوي 3 سنتيمتر، احسب طول قطره AC. دونك لهنا باش نعملو المستطيل نتاع باش نبنو زاوية قائمة وبعد ناخذ الأقيسة. أنا خذيت الزاوية القائمة، خذيت قطعة مستقيم أربيترير باش نعملها الموصل العمودي نتاعها. أنا حاجتي كان بك الزاوية القائمة هذيك، دونك فوالا أهي. دونك هاوني زاوية قائمة، دونك عندنا 3 سنتيمتر من هنا وعندنا 4 سنتيمتر من هنا، فوالا وين 4 سنتيمتر. ناخذ الكومبا ونكمل نبني متوازي الأضلاع نتاع، على خاطر المستطيل هو متوازي أضلاع زواياه قائمة. يصفي عندي زاوية برك قائمة، اوكي اموري واضحة. دونك الزوايا الكل باش يكونوا زوايا قائمة، اوكي. دونك هذا هو ا بي سي دي. انتم النقطة بيانسيغ هذاك تنجمو بعد تفسقو. احسب طول قطره ا سي، دونك ويحب يحسب القطر هذا. دونك احنا هنا بما انه عندنا زاوية قائمة اون بو ابليكي بيتاغور، يمكننا استعمال نظرية بيتاغور. دونك ا بي سي مثلث قائم في بي، اذا ا سي قوت 2 يساوي ا بي قوت 2 مع بي سي قوت 2. دونك اللي هي 4 قوت 2 مع 3 قوت 2 هنا باش تعطيني 16 مع 9 اللي هي 25. دونك ا سي يساوي جذر تربيعي ل 25 اللي هي 5 سنتيمتر. فوالا. عين على نصف المستقيم ا دي نقطة او بحيث دي او يساوي 8 سنتيمتر. دونك لهنا دي او باش تجيني 8 سنتيمتر. فوالا. دونك هاوني 8 سنتيمتر دي او. دونك على نصف المستقيم AD هو يحب من هنا يحضر كيفاش لينونسي. دونك نصف المستقيم AD معناتها باش تكون 8 سنتيمتر من هنا، فوالا. دونك باش تكون من هنا النقطة O. بينا راهو مهم برشا الحاجات هذو. احسب سي او، دونك هو يحب يحسب هذه هي سي او. دونك لهنا شنو باش نخدم؟ بالطبيعة عندي زاوية قائمة لهنا. دونك باش معناتها تطبيق بيتاغور في المثلث دي سي او. دونك المثلث دي سي او قائم في دي، اذا لهنا او سي قوت 2 يساوي دي او قوت 2 مع دي سي قوت 2 اللي هي 8 قوت 2 والدي سي قوت 2 هي 4 قوت 2 لخاطر عندي مستطيل. دونك باش تعطيني 64 لهنا مع 16 اللي هي دونك عندي 60 70 76 دونك 80. فوالا اوكي. اذا دونك او سي يساوي جذر تربيعي ل 80، 80 هي 16 في 5 دونك 4 جذر تربيعي ل 5. هل ان دي او سي قائم الزاويه؟ دونك لهنا سالني هل ان دي او سي قائم الزاويه. دونك احنا اخذناه مسلم اللي هو قائم الزاويه. دونك نورمالمون السؤال هذا يجي قبل احسب سي او. علاش هو قائم الزاوية؟ على خاطر هو شنو قال لي؟ قال لي لهنا ناخذ نقطة او من قطعة المستقيم ا دي. دونك الاو تنتمي الى ا دي هكا ولا؟ فوالا. اذا بما انه الاو تنتمي الى ا دي، انا عندي ال ا دي عمودي على دي سي، اذا ا او باش يكون عمودي على دي سي، اذا اوتوماتيكمون انا عندي زاوية قائمة. اذا لتكن اف المسقط العمودي لدي على او سي، هيك المسقط العمودي دونك لدي على او سي هي النقطة اف. هنا دونك احسب دي اف، يحب يحسب هذا البعد. دونك هو دي اف بالطبيعه هنا عندنا زاويه قائمه.
اذا دونك لهنا كيفاش باش نحسبوا انا الضلع دي اف؟ مي قبل ما نحسب الدي اف جوست باش نرجع لهنا للسؤال هذا. دونك لهنا اللي هو احسب سي او وعلل ان دي او سي قائم زي. احنا خديناه بزوز زوايا لهنا، خذينا انه دي او سي قائم زي وفسرت لكم علاش، على خاطر الاو تنتمي الى قطعه المستقيم ا دي والا دي عمودي على دي سي، اذا هو قائم زي وخدمنا بيتاغور وطلعنا بها لهنا الاو سي اللي هي 4 جذر تربيعي ل 5. باهي انا لهنا كي ناخذ السؤال كيف ما هو احسب سي او وهل ان دي او سي قائم زي. شوف شنو باش نخدم لهنا، كان تفكروا فما العلاقه لهنا في المثلث قائم زي، كيبدا عندي انا مثلث هكايا دونك ا بي سي وعندي اش لهنا المسقط العمودي، دونك بيان سيغ تفكرناها العلاقه دونك اللي هي ا اش قوت 2 يساوي اش بي في اش سي و ا اش في بي سي يساوي ا بي في ا سي. هكا ولا كي نرجع انا للرسم نتاعي، هو علاش يسال فيا لهنا السؤال نتاعو، هو يحبني نطلع دونك لهنا الاو سي هيك الاو سي. انا عندي حاجه مسلمه نعرفها لهنا واللي هي انه عندنا لهنا زوايا قائمه نعرفوها. دونك باش نخدم انا لهنا باش ناخو نخدم في هذا المثلث هذايا خديتو، دونك تعرف اللي هذايا لهنا عندي زاويه قائمه، اذا باش نخدم في المثلث لهنا دونك وعندي زاويه قائمه اللي هي الزاويه دي. دونك نطبقوا العلاقه هذه ومن بعد كنبينوا اللي هو مثلث قائم زي. فوالا دونك نجموا تخدموا، مي انا توا باش نطبقها لكم لهنا على السؤال الاخراني واللي هو دي اف. دونك هو لهنا حاجته بالبعد دي اف. شو عندنا احنا لهنا؟ عندنا انه المثلث نتاعنا دي او سي قائم الزاويه في دي لهنا، و اف هي المسقط العمودي اللي دي على او سي. اذا لهنا شنو عندي؟ عندي دي اف دونك ضارب دونك لهنا او سي يساوي دي سي ضارب دي او. فوالا دونك باش تعطيني بالطبيعه دي اف يساوي دي سي في دي او على او سي. احنا دي سي عندنا اللي هي 4 في دونك دي او اللي هي 8 على الاو سي اللي حسبناها دونك اللي هي 4 جذر تربيعي ل 5. فوالا باش نختصروا نختصروا بالاربعه باش تبقى لي 8 على جذر تربيعي ل 5 واللي هو لهنا البعد دي اف. فوالا دونك هو السؤال احسب دي اف اللي هو هذايا، دونك لقيناه 8 على جذر تربيعي ل 5. اوكي دونك ثم احسب او اف، دونك لهنا يحب يحسب هذايا او اف بما انه لهنا عندنا زاويه قائمه باش نطبقو بيتاغور. دونك شنو باش يعطيني لهنا بيتاغور؟ دونك عندنا دي اف او قائم في اف. فوالا دونك لهنا باش تعطيني دي اف قوت 2 مع اف او قوت 2 يساوي دي او قوت 2. اذا او اف قوت 2 ولا اف او قوت 2 هي دي او قوت 2 الا دي اف قوت 2. دونك احنا دي او عندنا 8 والاو اف دونك لهنا دي او 8 والعفوا دي اف اللي حسبناها دونك اللي هي 8 على جذر تربيعي ل 5. اوكي فوالا دونك لهنا باش تعطيني 8 قوت 2 الا 8 قوت 2 على جذر على 5. فوالا جذر تربيعي ل 5 قوت 2 هو 5. اوكي فوالا انا هكايا نكون كملت نموذج اخر من فروض المراقبه في ماده الرياضيات للتلاميذ سنه 9 سيسي. انتوما كان عندكم اي استفسار ما عليكم كان تتصلوا بصبوره.